أحبابي، من قال هذه العبارة؟ يا ليتني كنت فيها جذعا أخب فيها وأضع، إذ يخرجوك قومك وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. قالها رجل قد تجاوز 90 من عمره، ألا وهو ورقة بن نوفل رحمه الله. لماذا ورقة بن نوفل يقول هذا الكلام للنبي عليه الصلاة والسلام؟ لأن ورقة بن نوفل يعلم أنه ما جاء أحد بمثل الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم إلا أودي وعودي وطرد، ولكن الله سبحانه وتعالى ناصر دينه وهو الذي يدافع عن نبيه. الله عز وجل يقول: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. والله سبحانه وتعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. فنصر الله عز وجل دينه، ونصر الله عز وجل نبيه، ونصر الله جل وعلا أتباعه الذين كانوا على سنته. اللهم يا رب اجعلنا ممن ينصر دينك، وممن ينصر نبيك، وممن ينصر كتابك. اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا يا ذا الجلال والإكرام. العجيب أحبابي إن ورقة بن نوفل عندما نصر النبي عليه الصلاة والسلام، نصر النبي عليه الصلاة والسلام بكلمات، كلام، ولكن كلام خرج من قلب صادق فعلا يريد نصرة دين الله، يريد نصرة دين محمد صلى الله عليه وسلم. ما هي الكلمات التي خرجت منك صادقا من قلبك تريد فيها نصرة محمد صلى الله عليه وسلم؟ الله عز وجل يقول في سورة المائدة: فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. تأملوا إلى مقولة ورقة بن نوفل عندما قال: يا ليتني كنت فيها جذعا حتى إذا آذوك وعادوك وأخرجوك أكون فيها جذعا وأنصرك نصرا مؤزرا. أنا أقول لكل شاب الآن تسمعني، كلنا جميعا، هذا الخطاب كلنا جميعا: بماذا نصرت دين الله؟ بماذا نصرت دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ الآن رسالة لكل مشهور: بماذا نصرت دين الله سبحانه وتعالى؟ هل في سنابك نشرت سنة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل دليت عن طريق سنابك أو الانستغرام عندك الأمة إلى الله سبحانه وتعالى؟ والله يا إخواني الأمة محتاجة يعني أن ينشر فيها دين الله سبحانه وتعالى، أن تتثقف بثقافة الإسلام، أن ترجع إلى دين الله عز وجل. فائدة عظيمة نأخذها من هذا الشيخ الذي وصل عمره 90، كلمات قليلة أورثته الجنة، دلالة على ماذا؟ نية صادقة، نية مع الله عز وجل. رب عمل صغير تكبره النية، رب عمل كبير تصغره النية. يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، اسمعوها وتأملوها، اسمعوا يا آباء، اسمعوا يا أمهات، اسمعوا يا مربين، يا معلمين: انوي الخير فإنك بخير ما نويت الخير. يا الله يا الله، انوي الخير فإنك بخير ما نويت الخير. ربما يخرج الله عز وجل من أبنائكم من ينفع الله فيه، من يحفظ كلام الله عز وجل، ويلبسكم يوم القيامة تاج الوقار، ينفع الله عز وجل فيه يكون إمام. أسأل الله بمنه وكرمه أن يحسن نياتنا. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. وآخر الدروس المستفادة، وسامحوني طولت عليكم، أنا آسف، ما أنا متعود والله أني أطول عليكم في الكلام،
بس آخر درس نستفيد من ورقة بن نوفل هذا الشيخ الكبير الذي يتمنى أن ينصر دين الله عز وجل. إذا أردت أخي في الله أن تنصر دين الله عز وجل فعليك أن تبدأ بنفسك. إذا أردت أن تنصر دين الله سبحانه وتعالى وتريد أن تغير الناس وترجع الناس إلى الله عز وجل لازم أنت ترجع نفسك إلى الله، لأنه دائما فاقد الشيء لا يعطيه. الله عز وجل يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.